Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala seyyidina Resulillah. Nutaba fi şerh al-akaid al-imam al-Taftazani rahimahullah. Tevakkafna fi safha 457. Inde kavlihi vel veznu hakkun. Ma zilna fi sem'iyyat. Qala rahimahullahu ta'ala vel veznu hakkun. Li kavlihi ta'ala vel veznu yevmeizin al-hak. والميزان عبارة عما تعرف به مقادير الأعمال والعقل قاصر عن إدراك كيفيته يعني هو شيء مخلوق الميزان فله كيفية لكن نحن لا نعرف هذه الكيفية وأنكره المعتزلة بأن الأعمال أعراض إن أمكن إعادتها لم يمكن وزنها فيقول يعني أول دليل للمعتزلة في إنكار الميزان بأن الأعمال أعراض والعرض لا يعاد هذا أولا يعني لا يعاد بعينه وإنما يخلق مثله ممكن لكن هو بعينه يعاد قالوا لا يعاد طبعا هذا فيه خلاف بين المتكلمين فلذلك قالوا لو أمكن أيضا إعادته يعني على قول بعض المتكلمين إنه يمكن أن يعاد خلق العرض بعينه يعني أنا حركت يدي الآن مثلا من هنا إلى هنا هذه الحركة التي قامت باليد فتحركت اليد من هنا إلى هنا هذه الحركة يعني وقعت خلقت وانتهت عدمت فيقولون لا تعاد بعينها يعني ممكن يخلق مثلها حركة أخرى من هنا إلى هنا لكن هذه الثانية هي مثل للأولى وليست عين الأولى لكن بعض المتكلمين يقول لم يقم دليل على امتناع إعادة المعدوم بعينه لم يقم دليل على امتناعه هو مستبعد صحيح لكن لم يقم دليل على امتناعه فالمعتزلة يتابعون دليلهم فيقولون أنه لو قلنا بإمكان إعادة العرض بعينه قال لا يمكن وزنه فقالوا إن أمكن إعادتها يعني هذا هو أيضا استدلال مبطن يعني هم كأنهم يقولون هو لا يمكن إعادته ولو أمكن فلم يمكن وزنها لأنها يعني ليست جسمانية أعراض ليست جسمية فليس لها ثقل في الميزان قال ولأنها دليل آخر معلومة لله تعالى فوزنها عبث طبعا هذا الذي نسبه للمعتزلة هو رأي كثير من المعتزلة حقيقة وليس الجميع يعني هناك من المعتزلة من يثبت الميزان لكن غالبهم لا كيف تصور إعادة نفس العرض يعني حاول أن تصور أن عرض نفسه في الميزان يعني العرض كيف يعني حتى في الجسم هي المسألة مستبعدة حتى في الأجسام لو خلق جسم ثم صار هذا الجسم عدما تماما يعني ليس تفريق أجزاء صار معدوما تماما فهل يمكن أن يعاد خلقه بعينه المسألة مستبعدة ولكن تصور لأنه شيء يعني فيه حسية معينة أما العرض يعني أنا لا يجي إلى التصور لا يهجم على التصور الذهني أصلا أو ممكن أن لا أتخيله يعني من قال أنه يمكن إعادته كيف يعني كيف أجاز أن تعاد العرض على فرض القلب يعني هل وجود العرض في زمانه هذا شيء ذاتي فيه؟ لا إذن يعني نحن نتكلم عن ماهية العرض فوجوده في هذا الزمان الخاص في هذا المحل الخاص ليس ذاتيا فيه نعم المسألة مستبعدة حتى في الأجسام حقيقة يعني هناك كثير من المتكلمين ينكر إعادة المعدوم بعينه حتى في الأجسام إنه الجسم يعني إذا صار عدما ليس أجزاء متفرقة في التراب إذا صار عدما تماما يعني فني من الوجود هل يعاد بعينه كثير من المتكلمين يقول لا والمعتزلة أيضا يقولون لا يقولون ممكن يخلق مثله تماما لكن ليس عينه نعم مثله يعني مطابق له في كل شيء لكن يعني هو خلق جديد لكن يعني كثير من أهل السنة الأشاعرة يقولون لم يقم دليل على الامتناع نعم لا في الأجسام ولا في الأعراض طيب يقول والجواب
أنه قد ورد في الحديث أن كتب الأعمال هي التي توزن فلا إشكال. نعم هذا يجيب عن الشبهة الأولى أن الأعمال أعراض إن أمكن إعادتها فلا يمكن وزنها، فيقول ورد في الحديث أن كتب الأعمال هي التي توزن، يعني مثل حديث البطاقة أنه يؤتى بسجلات وتنشر السجلات ويؤتى ببطاقة وهكذا، فإذا الصحف هي التي توزن فلا إشكال. يقول وعلى تقدير تسليم كون أفعال الله تعالى معللة بالأغراض، مكتوب بالأعراض غلط، في حاشية رمضان مكتوب صح، وعلى تقدير تسليم كون أفعال الله معللة بالأغراض، يعني لو قلنا بهذه المسألة وهي أن الله يفعل لغرض، يفعل لعلة، يعني هناك باعث يبعثه للفعل أنه من أجل كذا هو يفعل كذا، هذا ليس مذهب أهل السنة، جمهور أهل السنة. فيقول لو سلمنا أن أفعال الله معللة يعني له علة له غرض من فعله تعالى، يقول لعل في الوزن حكمة لا نطلع عليها، وعدم اطلاعنا على الحكمة لا يوجب العبث. هذا رد على دليلهم الثاني أنه الأعمال معلومة لله تعالى فلماذا توزن، يعني الله يحاسب الناس بدون وزن الأعمال. فنقول أنت الآن تفكر بمنطق الغرض في حق الله أنه الله يفعل شيء لعلة لغرض لسبب، نحن لا نفكر بهذه الطريقة أصلا، الله يفعل ما يشاء، نعم له حكم مترتبة على فعله لكنها ليست باعثة له على الفعل، هذا الفرق بين العلة والحكمة. العلة هي أمر ثابت قبل الفعل يبعث الفاعل ليفعل، يدفع الفاعل يدعو الفاعل ليفعل، هذا علة هذا غرض، وهذا من شأنه أن يعني يضعف الاختيار والإرادة، يعني الفاعل إذا فعل لعلة يعني هناك شيء يدعوني أن أفعل، يطلب مني أن أفعل، يعني يريدني أو يعني يدفعني أن أفعل، يبعثني يحركني للفعل، هذا يعني يضعف إرادتي، صح أنا أفعل بإرادتي لكن هناك دوافع في البيئة ليس تجبرني تماما لكن يعني تبعثني تدفعني إلى جهة الفعل، هذا يعني يضعف أو يخصص يعني الإرادة، يضيق الإرادة ممكن نقول أحسن، في حق الله لا نقول بهذا، لكن نقول أفعال الله تتبعها حكم هي مرادة لله أيضا، يعني الله تعالى يقول أنا أفعل كذا وأريد أن يترتب عليه كذا. طبعا هو أجاب كما قلنا بأن كتب الأعمال أو صحف الأعمال هي التي توزن، قيل جواب آخر كما في حاشة خيال موجود أنها تجسد الأعمال، يعني يخلق لها أعيان معبرة عنها، فالعمل نفسه عرض، يعني حركة الصلاة هي عرض في جسم الإنسان خلق وانتهى، فكيف يوزن؟ قيل إنه الله تعالى يخلق أجسام تعبر، هذه الأجسام يخلق أعيان ذوات تعبر عن الأعمال، نعم، فيعني يخلق جسم يعبر عن الصلاة، يخلق جسم يعبر عن الصيام، يخلق جسم يعبر عن الزكاة وهكذا، وحتى هذا يعني يتفاوت ما بين صلاة وصلاة وما بين زكاة وزكاة وما بين صيام وصيام، يعني إن كانت الصلاة على درجة عالية من الخشوع والتمام والكمال فيخلق لها جسم أتم، وإن كانت أنقص يخلق لها جسم أنقص يعبر عنه، نعم، فيعني العمل نفسه ليس له وزن لكن يخلق جسم يعبر عن مدى قبوله عند الله، مدى الثواب عنه عند الله تعالى. طبعا هناك من العلماء من يقول، يعني ذكرت رأيين الآن أنا، إنه الكتب الأعمال والتجسد، الكتب الأعمال ذكره التفتازاني، تجسد ذكره الخيالي، قال قيل بل تجعل الحسنات أجساما نورانية والسيئات أجساما ظلمانية. هناك رأي ثالث وهو أن
المعاني لها حقائق ويعني ليس لها حقائق يعني المعاني لها يعني هي في نفسها الأعراض أو المعاني هي في نفسها موزونة. نعم و يعني أصحاب هذا القول لهم يعني طريقة في شرحه أنا لا أفهمها جيدا لا أفهمها لأني لم أقتنع بها حقيقة يعني فيعني لا أستطيع أن أشرحها لكم لكن يعني هناك بعض المتصوفة خصوصا لهم يعني طريقة في التفكير بهذا لهم جواب ثالث في هذا فقط أشير إليه. وكأن السيوطي له كتاب أو رسالة في هذا الموضوع نعم في هذا المجال أن هذه الأشياء اللي يعني لها يعني هي كالأجسام كأنه يقول يعني هي كالأجسام يعني لكن يعني كأنه يقول نحن في هذا العالم نراها أعراض لكن في عالم آخر هي تكون موزونة بنفسها لكن هذا يعني على قواعد المتكلمين بعيد يعني لا غير مسلم في الواقع لكن يبقى رأي يدرس. يقول والكتاب المثبت فيه طاعات العباد ومعاصيهم يؤتى للمؤمنين بأيمانهم وللكفار بشمائلهم ووراء ظهورهم حق. طبعا هو قال للكفار بالشمال ووراء الظهر جمعا بين آيتين سيأتي لقوله تعالى ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا وقوله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. يقول في الآية الثانية فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا ثم في الآية المقابلة قال وأما من أوتي كتابه بشماله في أخرى قال بيمينه قال وراء ظهره فلذلك هو التفتازان جمع بينهما بأن المؤمن يؤتى باليمين والكافر يؤتى بالشمال ووراء الظهر يعني هو يأتيه كتابه بشماله فهو يعلم أن هذه علامة يعني سوء العاقبة فيخبئ يده كما ورد في بعض الأحاديث يخبئ يده وراء ظهره حتى لا يأخذ بها ويده الشمال فيدور إليه الكتاب وراء ظهره ويقع في يده الشمال فإذن آيتان يعبران عن يعني كل واحد تعبر عن جزء من الصورة وتكتمل الصورة بالآيتين جميعا. طيب يقول وسكت عن الحساب يعني النسفي ذكر الوزن وذكر الكتاب لم يذكر الحساب اكتفاء بالكتاب وأنكره المعتزلة زعما منهم أنه عبث والجواب ما مر. طبعا هنا في الحقيقة غالب المعتزلة لا ينكر الكتاب كتاب الأعمال لا ينكرونه لأن الآيات فيه واضحة يعني ليس مثل الميزان الميزان يعني تأويله سهل إنه هو كناية عن العدالة لأنه جرى في عرف الناس أن الميزان كناية عن العدل قديما وحديث الناس يستعملون هذا كرمز فتأويله سهل لكن الكتاب يعني صعب أن يؤوله خصوصا مع كثرة الآيات ويعني وضوح الدلالة يعني من أوتي كتابه بيمينه من أوتي كتابه بشماله اقرأ كتابك ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه يعني الآيات ليس فقط تذكر الكتاب وتذكر تفاصيل واضحة في الدلالة على أنه كتاب حقيقي فالمعتزلة حقيقة لو رجعنا يعني إلى كتب لا ينكرون ربما طائفة قليلة منهم يعني ينكرون الكتاب لكن هنا نستفيد أنه نستطيع أن نرد إنكارهم للميزان بإثباتهم للكتاب يعني إن قلتم أن الميزان لا حاجة إليه لأن الله يعلم فالكتاب كذلك وهذا يعني شأن كثير من الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة يعني في مذهبهم ما ينقض مذهبهم لو درست مذهبهم بكل مسائله لرأيتهم في مسألة ينقضون أقوالهم في مسألة أخرى من حيث لا يشعرون وبالمناسبة المعتزلة مثلا تعرفون لهم أصل العدل والتوحيد والأصول الخمسة يعني جرى في كلام العلماء كثيرا في الرد عليهم أن عدلهم ينقض توحيدهم وأن توحيدهم ينقض عدلهم
يعني كلامهم في شرح العدل الإلهي ينقض التوحيد، لأن العدل الإلهي هم يذكرون فيه مثلا مسألة أفعال العباد، وأن العدل الإلهي لا يمكن هو يخلق لنا الأفعال ويحاسبنا عليها، إذن نحن نخلق الأفعال، هذا ينقض التوحيد. يعني أنتم تريدون المبالغة في التوحيد حتى فررتم من تعدد القدماء، أنه لا يريدون في الأزل يعني أكثر من قديم حتى لو لم يكن ذات، يعني ذات وقدرة وعلم وكذا لا يريدون، يريدون المحافظة على التوحيد إلى أعلى درجة، لا نريد إلا قديم واحد، ذات أو ليس ذات، واحد فقط. نحن طبعا نقول المشكلة في تعدد ذاتين قديمين، ليس تعدد القدماء، يعني الذوات القديمة هنا المشكلة. يعني إذا كان ذات قديم وذات قديم مشكلة، أما إذا كان ذات قديم وقديم يعني الثاني ليس ذات ليس مشكلة. هم يقولون لا، حتى هذا مشكلة، نريد نحافظ على التوحيد. طيب، فكان الأولى أن تحافظوا على التوحيد في الخلق. نعم، لأن الخلق من أخص صفات الألوهية، فعدلهم يبطل توحيده، نعم، وتوحيدهم يبطل عدلهم. أيضا يشرحون هذا يعني في مكانه. كذلك هنا، لذلك الإمام الكوثري رحمه الله كان ينبه على هذا، ليس في المذاهب العقائدية بل في أي بدعة تظهر في الدين. يقول ما من مبتدع يظهر إلا وفي يعني كلامه ما ينقض بدعته. نعم. والشيخ عبد الفتاح أبو غدة أيضا في كتبه كان يهتم بهذا المعنى رحمه الله. نعم نعم، غير مضطردة أبدا. طيب، يقول والسؤال حق لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره ويقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول نعم أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه، يعني إذا قرر الله العبد بذنوبه ورأى في نفسه العبد أنه قد هلك، قال الله تعالى سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق، يعني أمام الناس فضيحة، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. نعم، طبعا في السؤال يعني واضح الكلام لا يحتاج، لكن هناك مسألة، وهي أنه في بعض الآيات أثبتت السؤال يوم القيامة وقفوهم إنهم مسؤولون، في آيات أخرى نفت السؤال، قالت فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. وفي هناك آية أخرى، لا يعني هناك أوضح من هذا، يعني هناك آية في السؤال مثل فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، هناك آية أخرى أيضا. نعم، ففي السؤال قال وقفوهم إنهم مسؤولون، وهناك أيضا فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، يعني نسأل الرسل ونسأل الذين أرسل إليهم القوم، فهذه آيات تثبت السؤال. هناك آيات تنفي السؤال، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وهناك آية أخرى أيضا. نعم، فيعني كيف نجمع بين هذا وهذا؟ يعني المفسرون ذكروا أقوال كثيرة، منها أن السؤال أنواع، فمنها سؤال يعني سؤال للعلم، أنا أسأل لأتعلم المسألة لأعلم المسألة، فهذا السؤال المنفي. نعم، قال فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، لا يسأل سؤال يعني معرفة، سؤال ليعلم ماذا فعل، كل شيء مسجل كل شيء مدون، فهو لا يسأل حتى يعرف ماذا فعل. نعم، أما هناك سؤال لوم وسؤال عتاب وسؤال محاسبة، فهذا الذي يسأل وقفوهم إنهم مسؤولون، هنا يعني يثبت سؤال الملامة وسؤال المعاتبة وسؤال المعاقبة، فإذن هما نوعان من السؤال.
بعض المفسرين قال يعني بجواب آخر إنه القيامة منازل ليست منزل واحد. نعم. فهناك مثلا المحشر، هناك الحوض، هناك مثلا الصراط، هناك الميزان، هناك منازل في الآخرة. فهو في بعض المنازل لا يسأل، في بعض المنازل يسأل. فيعني الآيات التي تقول لا يسأل هذا تتكلم عن منزل، الآيات التي تقول يسأل تتكلم عن منزل آخر. هذا ممكن، لكن الجواب الأول أقوى والله أعلم. أنا أريد من هذا فقط أن أنبه أنه كما يوجد هذا التعارض الظاهري بين الآيات والجمع بينهما يمكن بسهولة بتأمل يسير، كذلك يقع بين الآيات والأحاديث. يعني كما وقع هنا بين آيتين يقع بين آية وحديث، لكن كثير من المعاصرين يسارع حينئذ إلى تكذيب الحديث ويقول هذا يخالف القرآن، القرآن يقول كذا والحديث يقول كذا، ولا يحاولون حل الإشكال بأدنى تفكر كما يعني بين آيتين، وكله من باب واحد. هذا دليل لفظي وهذا دليل لفظي. هذا دليل لفظي حصل بين الدلالة الألفاظ تعارض في الظاهر، وهذا أيضا أدلة لفظية حصل بين ألفاظها تعارض في الظاهر. وهذا يقول لي قطعي هذا، ولكن هذا ظني الثبوت، أنه هذه آيات قطعية لكن هذا حديث ظني الثبوت. تمام، وإن كان ظنيا، الظني يعني نسبة الثبوت فيه راجحة، يعني هو 90% ثابت، 80% ثابت. فهل يعني تهدم 80% التي هي ثابتة من أجل تعارض ظاهري؟ كان ينبغي أن تدرس هذا التعارض ثم ترى إن كان يحل دون تكلف فينبغي حله، أما إن كان بتكلف شديد نعم هنا يقول يعني نأتي باحتمال أنه يعني لا نريد نقول أنه يجوز لك أن ترد الحديث، لكن نقول يعني هنا الأمر أسهل، يعني لو رددت الحديث لن نقول مثلا عنك منكر للسنة، لن نقول عنك مثلا مبتدع ضال، وإن كان خطأ يعني الأصل تتوقف في نظرنا، تقول أنا لم أجد حلا لهذا الإشكال، لكن حتى هنا لو أنكرت يعني ممكن لك ما يسوغ فعلك. لكن الذين ينكرون لأدنى تعارض ودون أن يحاولوا حل الإشكال من أصله، هذا لا شك أنه إنكار للسنة يصبح، هذا بدعة وهذا ضلالة. نعم. لا، هنا كلام الرحمة، أن لا يكلمهم كلام رحمة. نعم. هذا من جهة. ثم السؤال لا يلزم أن يكون مباشرة، يعني الملائكة تتولى. نعم. طيب، يقول والحوض حق لقوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، ولقوله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، وماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه يعني الأكواب التي يؤخذ فيها الماء أكثر من نجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ أبدا. والأحاديث فيه كثيرة. طبعا الحوض يعني ثبت في أحاديث كثيرة كما ذكر، مجموعها يكون متواتر معنوي، لكن كل حديث منها أحد، لذلك يعني هو في أصله ظني الثبوت لأنه أحاديث أحد قطعي الدلالة. طبعا يعني حوضي مسيرة شهر، ماؤه، كيزانه، كذا، هذا قطعي الدلالة لا يحتمل يعني تفسير آخر. فالأحاديث الواردة في الحوض هي ظنية الثبوت قطعية الدلالة، ثم ترتقي مع جمع الأحاديث أن تصير متواتر معنى، يعني يرتقي من ظني الثبوت إلى قطعي الثبوت، وهو قطعي الدلالة أصلا كما قلنا، هو ظني الثبوت قطعي الدلالة يرتقي إلى قطعي الثبوت قطعي الدلالة. فقطعي الثبوت قطعي الدلالة الأصل يكفر منكره، لكن لأنه هو ارتقى إلى القطعي ارتقاءً، هو ليس في أصله قطعي،
هو اصلا ظني، احاديث ظنيه، لكن جمعنا هذه الاحاديث وكل حديث فيه مساله، ثم راينا منها قدر مشترك وهو ان هناك حوض للنبي يوم القيامه. هذا القدر المشترك الذي اخرجناه يحتاج الى نظر، يعني يحتاج من له اهليه وجمع الاحاديث واستخراج القدر المشترك منها، وهذا أهلية النظر ليست لكل الناس. لذلك ما دام هو يرتقي بهذه الطريقة إلى القطع فلا نكفر منكره، فيكون إذن ظني الثبوت قطعي الدلالة، ثم يرتقي إلى قطعي الثبوت قطعي الدلالة، ومع هذا الارتقاء إلى قطعي الثبوت قطعي الدلالة لا يكفر منكره لأنه متواتر معنوي. أما ما ورد في القرآن الكريم مثل إن أعطيناك الكوثر فظني الدلالة، يعني هل هو الكوثر هذا هو الحوض أو لا، هذا ظني الدلالة، وإن كان المعنى الأرجح فيه نعم، ولكن يعني يبقى ظني الدلالة. ثم يعني الكوثر هو كما ثبت في الحديث أنه نهر في الجنة، ليس هو الحوض، الحوض ليس في الجنة، الحوض يعني هم يختلفون أنه قبل الصراط أو بعد الصراط، لكن يعني يتفقون أنه قبل دخول الجنة، فهو منزل من منازل الآخرة قبل يعني دخول الجنة، بغض النظر هو قبل الصراط بعد الصراط أو كذا، بغض النظر عن هذا، لكن هو ليس النهر في الجنة. لكن بعض العلماء يجمع بأن نهر الكوثر الذي في الجنة يصب في الحوض، فالحوض يعني باعتبار مائه هو الكوثر، والكوثر باعتبار يعني مآل مائه هو الحوض، فعلى هذا يعني يصح الربط بينهما، لأنه يقول والحوض حق لقوله إن أعطيناك الكوثر، فهذا الجمع بينهما يعني إنما يستقيم على هذا يعني الحمل. لا يعني ليس شرطا، يعني التواتر المعنوي يثبت سواء كان يعني الأحاديث سيقت للدلالة على هذا المعنى أو للدلالة على غيره، لكن في النهاية هناك مثلا 50 حديث كل حديث فيه قصة وبينها شيء مشترك، فيقع العلم بيقينية هذا الشيء المشترك، وإن كان كل قصة ظنية كالقصص في كرم حاتم الطائي، نعم كل قصة آحاد، وكل قصة تقبل التشكيك، وكل قصة تقبل الإنكار، وكل قصة يعني ظنية في ثبوتها، لكن من مجموعها حصل عندنا قطع بأن هذا الرجل كان كريما. نعم. مثلا يعني أنا أضرب هذا مثال للطلاب كثيرا، يعني لأنهم في تركيا عندهم نظام الإمام خطيب، نعم إنه ثانوية الإمام الخطيب، نعم فأنا لو سألت طالب أنت من أي مدرسة تخرجت، قال أنا تخرجت من ثانوية كذا وكذا للأئمة والخطباء، فطبعا ممكن يكذب علي، ممكن لا يوجد مدرسة بهذا الاسم، ممكن هو أخطأ بين اسم مدرسة واسم مدرسة، ممكن سبق لسانه إلى كلمة، يعني أحيانا الأسماء تتشابه، فهو بدل أن يقول مثلا محمد عاكف مثلا قال محمد عارف، نعم يعني يحتمل احتمالات كثيرة، فيبقى أنا أصدق يوجد هذه المدرسة في كذا ظني. الثاني قلت له من أين، قال من ثانويات كذا وكذا للأئمة والخطباء. الثالث من ثانويات كذا، أعطاني اسم آخر، اسم رابع، اسم خامس، 50 اسم، فكل واحد أنا أشك إنه هل هذه المدرسة التي اسمها ثانوية كذا وكذا للأئمة والخطيب أنا أشك فيها، نعم يعني عندي احتمال بسيط، ليس الشك هنا 50-50 أقصد، يعني عندي احتمال الخطأ،
لكن وجود نظام في تعليم في تركيا اسمه ثانوية إمام خطيب، هذا النوع من المدارس يصبح عندي يقين بوجوده، نعم لا يمكن نشك فيه. نعم الآن مثلا قلنا يعني لإنسان من أين جئت؟ قال أنا جئت من طبيب فلان اسمه فلان للأعصاب. نعم طيب أنا مثلا في بلدي لم يكن هناك طبيب أعصاب، لا أعرف شيء اسمه طبيب أعصاب، أنا أعرف هناك طبيب قلب، هناك أعرف مثلا طبيب باطنية، هناك أعرف طبيب كذا، لكن أنا مثلا لا أعرف، أول مرة أسمع طبيب أعصاب. نعم فأنا أشك أنه هل فعلا هذا رجل صادق؟ هل يوجد اسم الطبيب هذا؟ هل يوجد طبيب أعصاب في الدنيا أصلا؟ هل هذا التخصص في الطب موجود؟ أشك في هذا مثلا. طبعا سألت فلان آخر قال أنا ابني يدرس، ليس جئت من عند طبيب الأعصاب، قال أنا ابني يدرس طب الأعصاب، يعمل اختصاص الآن، هو انتهى من الطب العام الآن يعمل اختصاص في طب الأعصاب في جامعة كذا وكذا. واحد ثالث يقول يعني أو أقرأ في الصحيفة أقول مات اليوم الطبيب الفلاني الذي هو أشهر طبيب أعصاب في العالم، وخبر خامس وسادس وكذا وكذا، فيصبح عندي يقين بوجود طب الأعصاب في العالم، وإن كنت أشك أنه هل هذا الطبيب هو أشهر طبيب الذي مات، ربما يكذب أنه هذا ليس أشهر طبيب. هل فعلا فلان ابنه يعمل اختصاص طب أعصاب؟ ربما يكذب، أو ربما ينسى، أو ربما ابنه غير الاختصاص ولم يخبر أباه وكذا، فكل خبر يبقى ظني، ولكن المشترك هذا قطعي، ونحن نستعمل هذا في حياتنا آلاف المرات، وحتى من ينكر التواتر المعنوي يستعمل هذا، لكن إذا جاءت في مسائل الدين والعقائد وكذا ينكرونها في حياتهم يثبتونها، وهذا دليل يعني الخلل المنهجي في التفكير. نعم طيب يقول والصراط حق وهو جسر ممدود على متن جهنم أدق من الشعر وأحد من السيف يعبره أهل الجنة وتزل فيه أقدام، مكتوب أقدم غلط، وتزل فيه أقدام أهل النار. وأنكره أكثر المعتزلة لأنه لا يمكن العبور عليه، إنه أدق من الشعر أحد من السيف، هذا قالوا لا يمكن العبور عليه، وإن أمكن فهو تعذيب للمؤمنين. طبعا قال أكثر المعتزلة، نعم بعض المعتزلة يثبت الصراط. طيب قال الصراط هو جسر فوق جهنم أدق من الشعر أحد من السيف، الآن هم ينكرون يقولون هذا لا يمكن المشي عليه، وحتى لو يمكن قال هذا فيه تعذيب للمؤمنين، لأنه يعني جهنم مسافة طويلة جدا، ويعني العبور على جسر بهذا الحد الرفيع جدا يعني مظنة الخوف الشديد، فيكون تعذيب للمؤمنين. فقلنا لهم يعني طيب إذا يعني أول فكرة أنه أنت مشكلتك مع صفة الصراط إذن وليس مع أصل الصراط، وإذا كان مشكلتك مع صفة الشيء فلا تنكر أصل الشيء، فأثبت الصراط أنه جسر فوق جهنم، لكن قل والله أنا حتى الآن لم أفهم كيف يعني أحد من السيف، هذا لم يتضح لي، لم ينحل لي هذا الإشكال، عليك أن تتوقف في هذا الوصف، وليس أن تنكر أصل المسألة من أجل الإشكال في صفة من أوصافها، هذا يعني الأمر الأول. الأمر الثاني أنه حتى هذا الوصف فيه خلاف بين الأحاديث، وإن اشتهر بين العلماء لكن هناك أحاديث تفيد أن الصراط واسع، نعم يعني حتى في البخاري موجود هناك أحاديث أن الصراط واسع وتقف الملائكة على جانبيه، وهناك يعني خطاطيف وكلاليب يعني تجذب الناس، يعني مثل شوك يعني يأتي يلتصق بالإنسان فيصحبه، أو كلاليب مثل هذا الذي يعني يعلق عليه اللحم مثلا فيأتي يأخذ الإنسان ويصحبه هكذا، ويفيد أن الصراط جسر يعني عريض، والعلماء أيضا يعني خاضوا في التوفيق بين يعني هذه الأحاديث، فبعضهم يعني رجح أنه أدق من السيف، وأن يعني تلك الأحاديث ليست على ظاهرها، أن الملائكة تقف على جانبيه
يعني لكن ليس معناه أنه عريض وتقف على جانبه. بعضهم رجح العكس أنه لا هو عريض وأنه أدق من السيف، هذا مجاز عن الخطورة، لأن كما قلنا هو فيه أشواك تسحب بني آدم، فيه كلاليب تخطف بني آدم، فيعني صار مع اتساعه كأنه أدق من الشعر، يعني من صعوبة المشي فيه، يعني لأنه يأتيك شيء من هنا وشيء من هنا كأنك تمشي على مثل الشعر. فبعضهم يعني ليجمع بين الحديثين، أخذ بالأول على ظاهره وجعل الثاني مجاز، أو أخذ بالثاني على ظاهره وجعل الأول مجاز. بعضهم جمع بغير هذا، وهو أن الصراط كما قلنا مسافة طويلة جدا لأنه فوق جهنم، ويعني لا مانع أن يكون في جزء منه بهذه الصفة وفي جزء آخر بالصفة الأخرى. على كل حال، فأقصد أنه طيب أثبت أصل الصراط وقل لي هذه المواضيع الصفات، يعني وصف الصراط بأنه كذا أو كذا، بأنه رفيع جدا أو عريض، تقول هذا اختلفت فيه الأحاديث، وهذا يعني أنا لست مضطرا أن أعتقد فيه أي عقيدة، وأنا أتوقف وأدع الأمر إلى الله، فأنا أثبت أصل الصراط ولا أريد أدخل هل هو عريض أو هو رفيع، لك ذلك. وإذا تريد تدخل وترجح وتدرس الأحاديث وتدرس أي الأحاديث أقوى، ويعني هل الأحاديث هنا أصح أو هنا أصح، أو تدرس كيف جمع العلماء وترى يعني القرائن أيها مجاز مثلا، لك ذلك أيضا. يعني أنا لا أريد الآن أنه أنا يعني أقول لكم أنه هذا الجواب أحسن من هذا الجواب، أنا أريد فقط يعني أوسع تفكيرنا لأقول إذا عندك مشكلة يعني تمام، فاجعل يعني في هذا يعني أثبت أصل المسألة وقل أنا أتوقف في وصف الصراط. إذا وجدت عندك أهلية أن تدخل وترجح بينها فادخل فيها أيضا، وهكذا. طيب، أما ما أنكره المعتزلة يعني قالوا أنه لا يمكن العبور عليه، وإذا أمكن فهو تعذيب للمؤمنين. قال والجواب أن الله تعالى قادر على أن يمكن من العبور عليه ويسهله على المؤمنين، حتى إن منهم من يجوزه يعني يقطعه كالبرق الخاطف، ومنهم كالريح الهابة، ومنهم كالجواد، إلى غير ذلك مما ورد في الحديث. نعم، يعني هذا الجواب واضح جدا أنه المشي على ما هو أدق من الشعرة وأحد يعني حاد يجرح من أكثر حدة من السيف، فقال إذا مشى عليه العباد يعذبون المؤمنين، يعني يتجاوزونه لكن بالعذاب. التفتازاني لا يلزم هذا، لأن الله تعالى يعني خلقنا في هذه الدنيا على كيفية لا نستطيع المشي على شيء رفيع إلا بصعوبة بالغة، ولكن هذا من الحكم العادي، من حكم العادة. أما العقل يجوز يعني أن يمشي الجسم الكبير على شيء رفيع ويتزن ودون يعني إمكان الوقوع بسهولة يعني، وهذا بل موجود في بعض الحيوانات في الدنيا، نجد بعض الحيوانات يعني تمشي على أشياء رفيعة لا يستطيع الإنسان أن يمشي عليها، يعني مع أنه هذا جسم وهذا جسم، وقد يكون وزنه أثقل من وزن الإنسان، لكن يعني كما هو معروف الأمر يتبع عوامل أخرى أو يعني قوانين أخرى ليس فقط الوزن. نعم، ويشرحونها في الطب، يعني يقولون في أذن الإنسان يوجد شيء للتوازن وهكذا لذلك الإنسان وهكذا. فيعني من السهل إذن أننا لما نخلق يوم القيامة أن يغير الله تعالى بعض الأوصاف في خلقتنا، فيصبح من السهل علينا أن نمشي على الصراط الدقيق جدا بسهولة. نعم، خصوصا ورد في الأحاديث أنه مثلا الكافر يحشر على وجهه، يعني يحشر بالعكس يمشي على وجهه وأقدامه فوق، فقالوا يا رسول الله كيف يمشي على وجهه؟ فقال إن الذي أمشاه على قدمين قادر أن يمشيه على وجهه. وهذا يعني من
أجمل الأحاديث النبوية التي تبين لنا أو تضبط لنا التفريق بين حكم العقل وحكم العادة. يقول لي أنه هذه ليست استحالة عقلية أنه يمشي الإنسان على وجهه، لأنه لا فرق عقلا بين يعني لحم ودم وجلد وعظم الأقدام ولحم وجلد وعظم ودم الوجه. هذه عضلات، هذه عضلات، هذه فيها قوة الحركة، هذه فيها قوة الحركة. لو تخيلنا الله خلق عالم من العوالم، أرض أخرى ليست هذه الأرض، في عالم آخر، نعم، وخلق فيه المخلوقات بالعكس، يعني تمشي على وجوهها، لا يستبعد العقل ذلك أبدا. يعني العقل نعم يستبعده في هذا العالم، قوانين هذا العالم ليست هكذا، لكن لو أفرضنا في عالم آخر ماذا، يعني هل يلزم من فرض وقوعه محال؟ هل سيتوقف التفكير؟ أنا لا أستطيع أتابع التفكير مثل الجمع بين النقيضين. الجمع بين النقيضين، لما أنت تجمع بين النقيضين عقلك يتوقف، لا يستطيع يكمل التفكير، لا يستطيع يبني مسائل جديدة على المسألة. لما أقول لك أنا موجود هنا في الدرس وأنا في نفس الوقت الآن نائم في بيتي، وأنا في الدرس في المدرسة، حتى لا تقول للدرس في البيت، نعم، أنا أدرس الدرس في المدرسة وأنا في نفس الوقت، في نفس الثانية، في نفس الدقيقة نائم في البيت، نعم، هذا العقل الآن سيتوقف، يعني لا يكمل. يعني لو تريد تبني على هذه المسألة مسألة لا أستطيع، نعم، لأن وجودك في الدرس يعني لست في البيت، نعم، ولكنك أنت تقول لو أنا في البيت إذن لست في الدرس، إذا صرت أنا أثبت وأنفي أنني في الدرس وأثبت وأنفي أنني في البيت، هذا لا يفهم أصلا، فكيف نتابع الكلام وأنا لم أفهم ماذا أقول؟ نعم، أنت تقول لي عبارة أنا لا أفهم ماذا تقصد منها، كيف أتابع وأبني عليها نتائج؟ هذا المستحيل عقلا. أما المستحيل عادة كما قلنا في هذا العالم نحن لم يعني نره هكذا، لم تجري قوانين هذا العالم ليست هكذا، لكن لو تخيلنا عالم آخر الله خلقنا على طريقة أخرى، نعم، يعني لو تخيلت البشر بالعكس وتمشي الحياة ويكلمون بعضهم ويعملون وكذا وكذا إلى آخره، نعم، فلذلك لا مانع إذن أن يكون قانون الآخرة غير قانون الدنيا لأنه عالم آخر، ولا مانع حتى أن يكون نفس القانون لكن يخرق. يعني كيف يخرق القانون في الدنيا أحيانا في المعجزات فيخرق في الآخرة للمؤمنين في الصراط؟ عفوا فقط، يعني العجيب أن هؤلاء أصحاب مثل هذه الشبهات يأخذون الشبهة من الحديث. يعني هو أجاب بجواب يعني لفت النظر إلى شيء، أنه الذين أنكروا الصراط قالوا لماذا؟ قالوا لأن ورد في الأحاديث التي أحاديث الصراط التي تثبت الصراط ورد فيها أنه رفيع جدا، قالوا هذا لا يمكن إنسان يمشي عليه يعذب كذا إلى آخره. يعني أخذ الشبهة من نفس الحديث، والجواب عن الشبهة موجود في نفس الأحاديث، أن النبي قال منهم من يمشي مثل البرق، منهم من يمشي مثل الجواد يعني الخيل السريع، منهم من يمشي مثل الذي يركض كذا إلى آخره. يعني نفس الحديث الذي يعطيك الشبهة، أو الذي أنت يعني ليس هو يعطيك الشبهة عفوا، الذي أنت تستخرج منه الشبهة، نعم، هو نفس الحديث يجيب عنها. فلماذا يعني تتمسك بنصف الكلام وتجعله شبهة وتخفي النصف الآخر الذي يجيب عن الشبهة؟ تقول هذا لا يمكن المشي عليه ويكون تعذيب، كيف يكون تعذيب ومن هو يمشي كالبرق؟ والبرق ما نعرف سرعة الضوء أسرع شيء يعني، نعم، منهم من يمشي كالحصان السريع وهكذا، نعم. كثير منهم نعم، لكن ليس الجميع. يعني فقط يعني هل ممكن نضبط انه في باب السمعيات هم عموما لا يذكرون الا الامور التي انكروها الخصوم؟ يعني يحتاج تأكد، نعم. طيب، يقول والجنة حق والنار حق، لأن الآيات والأحاديث الواردة في بيانهما أشهر من أن تخفى وأكثر من أن تحصى.
تمسك المنكرون بأن الجنة موصوفة بأن عرضها كعرض السماوات والأرض، وهذا في عالم العناصر محال، وفي عالم الأفلاك أو عالم آخر خارج عنه مستلزم لجواز الخرق والالتئام وهو باطل. يعني الفلاسفة يقسمون العالم إلى عالم الأفلاك وعالم العناصر، أو ما فوق القمر وما تحت القمر. نعم، وعالم الأفلاك عندهم له نظام مختلف تماما، يعني حقيقة ليس فقط نظام، حقيقة مختلفة ونظام مختلف عن عالم العناصر أو ما تحت القمر، أو يسمونه عالم الكون والفساد. فعالم ما تحت القمر يعني محدود مقارنة بعالم الأفلاك. فيقولون الجنة وصفت بأن عرضها كعرض السماوات والأرض، فقال هذا، يعني هم يقولون هذا في عالم العناصر يعني ما تحت القمر مستحيل، لأنه عالم محدود لا يكون كعرض السماوات والأرض. قال أما إذا كان في عالم الأفلاك ما فوق القمر أو عالم آخر، يعني المهم فوق القمر، يعني إما عالم الأفلاك أو أي عالم آخر، قالوا فهذا مستلزم لجواز الخرق والالتئام، يعني أنه ما تحت القمر نحن المكلفين يخرق لنا الأفلاك، تخرق يعني تنفتح ونتجاوزها، يعني لنصعد إلى السماء إلى الجنة وتلتئم، وهذا عند الفلاسفة لا يمكن. عندهم ما تحت القمر لا يمكن أن يخرق يعني يرتفع إلى ما فوق القمر، وما فوق القمر لا يخرق وينزل، يعني عالمان منفصلان لا يمكن بينهما التواصل، يعني الجسماني أو نعم الخرق والالتئام. عقلي نعم. فطبعا هذا على أصولهم، أما على أصول المتكلمين أو أصول حتى ليس المتكلمين، المليين يعني المتشرعين، يعني متكلم أو مفسر أو فقيه أو محدث أو أي شيء آخر غير الفلسفة المشائية تحديدا، نعم، فهذا يعني لا يدخل في ذلك، يعني هذه الشبهة لا تدخل علينا أصلا، لأنه ليس عندنا نحن هذا التقسيم للعوالم. وحتى لو قسمنا ما عندنا مسألة امتناع الخرق والالتئام، أن الأفلاك لا تخرق، يعني تفتح لأخرج ثم تلتئم، ليس عندنا هذا أصلا. وهذا كما هو واضح الآن في العلم الحديث يعني صار يعني كلاما خياليا ليس له قيمة، يعني أنه عدم إمكان الخرق والالتئام ما فوق القمر وما تحت القمر، هذا يعني صار يعني شيء خيال تماما، يعني شيء ليس له أدنى نصيب من الصحة. الأبعاد الأبعاد أنه هو يخرق، فالإنسان يخرق إلى كأنه كون آخر وإلى عالم آخر. كثير من المسلمين في عصرنا الآن هم يفكرون في الجنة والنار هكذا، أنه ليس في هذا الكون، كأنه خرق بعد لكون آخر. هل هذا فيه أي نوع من الصحة أو فيه إشكال يعني هناك؟ نعم من يقول بهذا، ولكن يعني هل هو مخالف لقطعيات موجودة عندنا في الدين؟ لا، أولا ليس مخالف لقطعيات، لكن الأدلة الظنية، يعني ظنية الدلالة أقصد، تفيد عكس هذا. نعم، يعني مثلا يقول مثلا عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، نعم، يعني أنه الجنة عند موجودة هناك، ليس هي مسألة أنه يعني بعد آخر. مثلا الإسراء والمعراج، يعني الأحاديث واضحة، مثلا أنه في الحديث قال الجنة يعني كذا وكذا وسقفها عرش الرحمن، إذن هي تحت العرش، والعرش هو يعني سقف العالم، إذن يعني واضح هذه الأحاديث. طبعا هم يعني يستطيعون تأويل بعض هذه الأحاديث،
لكن هذا ما نسميه في أصول الفقه ظاهر، يعني هذه دلالة راجحة، إنه تفسير هذه الأدلة على ظاهرها إنه الجنة يعني لها مكان معين كذا وكذا، وليس مسألة أبعاد متداخلة إنه نخرج من بعد إلى بعد وهكذا، هذه دلالة راجحة يعني 90% مثلا 95% دلالة ظنية راجحة. فمسألة الأبعاد التي يقولون بها في يعني العلم الحديث أو في بعض نظريات العلم الحديث هي لم تثبت يقينا حتى الآن، فهي ظنية، وظنيتها لم تصل إلى رجحان يعني أقوى من ظنية النصوص الراجحة، فلذلك نبقى على نصوصنا الراجحة. لكن يعني في يوم من الأيام إن ثبت ذلك قطعا الأبعاد وهذا في العلم الحديث وصار ويصل إلى حقيقة علمية قطعية 100%، فنقول الأدلة التي عندنا ظنية صح هي فيها ظن راجح، ولكن ظن الراجح فيها احتمال مرجوح، والاحتمال المرجوح قد يترجح بدليل خارج، فعندها يعني ممكن نطلب التأويل. لكن ما دام حتى الآن لم يثبت ذلك فنحن نتبع الظن الراجح. فالظن الراجح عندنا هو أن يعني مسألة الجنة والنار أنها يعني موجودة في العالم في جزء منه، وليست مسألة أبعاد. نعم. واحد يقول لي طيب أنت تقول نتبع الظن الراجح هذه عقائد، نقول لا، يعني تعيين مكان الجنة والنار ليس عقيدة، هذا ليس مطلوب منا عقيدة. نعم. فكيف تصور مسألة، حتى أنا صعب أحدد بالعربية، يعني مسألة الكون العام، يعني نحن حتى أنا دائما نتكلم عن الكرة الأرضية ونقول لا نقول فوق الكرة الأرضية في الكرة، فيعني هل تصورها مثل التصور القديم أنه يعني الجنة تحيط، يعني كيف نتكلم عنها بطريقة يعني بطريقة كلامية؟ لا يعني هذه كيفية، لا كما قال ليس لنا علم بكيفيتها. يعني الأرض كرة صحيح، ويعني العالم يعني حول هذه الكرة والسماوات وهكذا، طيب فوق العالم العرش، لكن هل هو بمعنى أنه مستدير أو هو فوق العالم من جهة واحدة؟ يعني فيصبح الآن يعني يعني كيف أقول إنه هو من هذا يعني من طرف ما هو يعني العالم مسقوف، من طرف ما هو مسقوف، وباعتبار أنه مسقوف من طرف واحد يعني ومتناهي من أطراف أخرى، ولكن ليس بسقف يعني من غيره أو من بسقف خاص وهو العرش، فسمي هذا فوق بهذا الاعتبار. نعم. يعني لا أدري هل استطعت أقول، يعني إذا رسمت أنا سأفترض فوق وتحت، ولكن أنا لا أريد أرسم. يعني الآن الأرض، هذه الأرض يعني نحن لا حقيقة، يقولون القطب الشمالي القطب الجنوبي يعني كذا خط الاستواء، لكن ليس شرط القطب الشمالي هو يكون فوق، ما نسميه القطب الشمالي قد يكون يمين الأرض. يعني ما المانع لو كان القطبان على اليمين واليسار، لأن القطب هو يعني أمور مغناطيسية. نعم. فلا فرق تضع المغناطيسين يعني من فوق وتحت أو تضعهما يمين وشمال. فيعني ما نسميه فوق ما نسميه تحت هذا اعتباري. نعم. فالعالم كله ككل تأخذه، نحن لا نعرف أين فوق العالم وأين تحت العالم وأين يمينه وأين يساره، لا نعرف شيء من هذا، بل ربما لا يكون له فوق وتحت أصلا. نعم. الآن فممكن نقول العرش محيط بالعالم فهو سقف للعالم، آخر شيء من العالم العرش، فيكون كرة أيضا يعني مثل غلاف للعالم، يعني يحتمل، لا ندري، قد يكون لا أنه هو في طرف واحد من العالم والعالم متناهي من باقي الأطراف، ومن هذا الطرف هو متناهي بجسم خاص وهو العرش، فباعتبار أنه أنت انتهيت من هنا بمادتك يعني، وأنت انتهيت من هنا بمادتك ومن هنا بمادتك، هنا انتهيت لكن بمادة خاصة بجسم خاص بشيء خاص،
نعم بهذا الاعتبار يعني سميناه سقفا وبهذا الاعتبار سميناه فوقا نعم ف يعني ايضا هذا يحتمل متفقون ان العرش هو اخر شيء من العالم نعم يعني من هم متفقون يعني نعم ف بهذه الطريقه الفوقيه او بالطريقه كما نعم والاولى التوقف والله اعلم يعني لا نستطيع ان نجزم بشيء نعم. هذا امر غيبي لا نستطيع ان ندخل فيه بالتفصيل نعم. طيب يقول وهما اي الجنه والنار مخلوقتان الان موجودتان تكرير وتاكيد لانه مخلوقتان يفيد الوجود وزعم أكثر المعتزلة أنهما إنما تخلقان يوم الجزاء الجنة والنار الآن غير مخلوقة عند كثير من المعتزلة ويوم القيامة تخلق الجنة والنار لنا دليلنا قصة آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام وإسكانهما الجنة والآيات الظاهرة يعني الدلالة الراجحة كما قلنا نعم هي تحتمل تأويل لكن هذا التأويل يعني هذا الاحتمال الآخر ضعيف في مقابل الاحتمال الأول فلا نقول به إلا إذا قام عليه دليل أو مجرد الاحتمال لا يكفي لأن تأخذ به ما دام الاحتمال مرجوح لا يكفي أن تعتمده فقط لأنه محتمل لابد أن يقوم عليه دليل يعني الظاهر هذا في أصول الفقه هو ما دل على معناه دلالة راجحة مع احتمال معنى آخر فمع احتمال معنى آخر يعني هل إذن يجوز أن أخذ بالمعنى الآخر لا يجوز لك أن تأخذ بالمعنى الآخر إلا إذا قامت لك قرائن وأدلة يعني ترجحه لك أما المعنى الآخر ما دام مرجوحا فلا يجوز لك أن تأخذ به طيب لا واحد يريد يأخذ به يقول ما دام هو محتمل في اللغة أنا أريد أخذ به نقول هذا هو الهوى بعينه ما هو الهوى؟ أنه إنسان يتبع ما يشتهي عندي آية فيها لفظ هذا اللفظ معناه 90% كذا و10% كذا أنا أريد أخذ 10% هذا هوى هذا اتباع الهوى أما أريد أخذ 10% لأنه عندي أدلة ترجحه هذا إذن ما بقي 10% صار 90% و90% صار 10 ما دام قامت الأدلة ترفع كلما يرتفع الثاني ينقص يرتفع فإذا أنا ما أخذت بالاحتمال المرجوح الآن أنا أخذت بالاحتمال الراجح الآن المرجوح صار راجحا نعم لذلك يقول والآيات الظاهرة يعني هي ظاهرة يعني احتمال راجح في إعدادهما مثل أعدت للمتقين أعدت للكافرين بصيغة الماضي أعدت طبعا الدلالة الراجحة للماضي أنه يعني نجز وتم طبعا يحتمل معنى آخر أنه هذا للمستقبل لكن للتحقيق يعني اقتربت الساعة ليس اقتربت الساعة عفوا أتى أمر الله فلا تستعجلوه طب هو يقول أتى أمر الله ثم قال لا تستعجل يعني سيأتي فكيف أتى؟ إذن يعني عبر بالماضي ليدل على تحقق وقوعه هو سيأتي كأنه أتى نعم يعني لتيقن مجيئه في المستقبل كأنه أتى وتم ذلك لكن هنا يعني قامت قرينة على ذلك أنه أتى أمر الله نفسرها سيأتي القرينة فلا تستعجلوا لكن هنا أعدت للكافرين أعدت للمتقين هذا يعني كما قلنا ظاهره يعني الدلالة الراجحة في الماضي فنقول به إذا تريد تقول لا هذا للمستقبل لكن للتأكيد وهكذا تحتاج قرائن تدل على هذا هنا جاء السبب يعني تسميته من هذه الناحية أو في أمور أخرى يعني هذا أحدها أحد الأسباب طيب يقول إذ لا ضرورة في العدول عن الظاهر نعم يعني متى نحن نترك الظاهر ونذهب إلى المعنى المرجوح إذا كان عندي ضرورة يعني الضرورة هي قيام أدلة تقوي لي الاحتمال المرجوح وتضعف الاحتمال الراجح
يقول فإن عورض بمثل قوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، إنه ما قال تلك الدار الآخرة جعلناها، قال نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، قلنا يحتمل الحال والاستمرار، يعني نجعلها ممكن نجعلها الآن وممكن نجعلها في المستقبل. نعم، فيحتمل الحال والاستمرار، يعني إنه نجعلها الآن ويستمر هذا. يقول ولو سلم إن هو للمستقبل، يعني نجعلها بمعنى سنجعلها، لو سلمنا إنه الآية يعني تفيد هذا، فقصة آدم تبقى سالمة عن المعارض، يعني أعدت للمتقين يعارضها في الظاهر تلك الدار الآخرة نجعلها، يعني سنجعلها. فعندي دليل نقلي مقابل دليل نقلي في هذه المسألة، تمام، فيسقطان كما يعبرون أو يعني يقولون، يعني يتوقف عن الاستدلال بهما، فيبقى كما قال قصة آدم سالمة من المعارض. طبعا هناك جواب آخر لم يذكره، وهو أنه يعني قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا. نترك الآن مسألة فعل ماضي فعل مضارع، يعني ما قال جعلناها، قال نجعلها. نقول هذا يعني الدليل إنما يتم لهم نجعلها بمعنى سنجعلها، وهذا يدل أنه لم تخلق الآن ستخلق في المستقبل، هذا إذا فسرنا الجعل بمعنى الخلق. إذا فسرت الجعل بمعنى الخلق وفسرت المضارع هنا بمعنى المستقبل، تلك الدار الآخرة نجعلها يعني سنجعلها، يعني سنخلقها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، فهذا يتم الآن. ولكن ممكن هذا نجعلها حكما، يعني هي وجودا جعلت خلقت وانتهت، يعني تم خلقها. قال لكن الآن يعني الله تعالى قال تلك الدار الآخرة، يعني تلك الدار الآخرة الموجودة المخلوقة المجعولة بمعنى الخلق، سنجعلها يعني سنحكم بها للذين لا يريدون علوا. فهنا ممكن الجعل يعني بمعنى يعني جعلها لهم ليس لغيرهم، يعني الحكم بأنها لهم. وهذا يعني طبعا سيشكل عليه ربما واحد يقول لي لكن هذا الحكم أزلي لأنه يعني في القدر موجود في الإرادة الإلهية. نقول ممكن هنا بمعنى إظهار الحكم، نعم، مثل ليعلم الله يعني ليظهر علمه في آيات كثيرة، يعني وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، يعني إلا لنظهر علمنا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أم حسبتم أن تدخلوا لما يعلم، يعني أنه لم يعلم حتى الآن، ظاهرها هكذا لما يعلم الله، يعني قالوا لما يظهر علمه لكم، هو يعلم من الأزل طبعا. فهنا نفس الشيء أنه نجعلها يعني نجعلها لهم يعني حكما، والحكم واحد يقول في الأزل، نقول نعم، ولكن هنا بمعنى يعني نظهر هذا الحكم، نجعله ظاهرا لهم، وهذا هو الأقرب حقيقة. إذن يعني واضح أن الآية يعني لها احتمالات كثيرة لتفسيرها. طيب، قالوا لو كانتا موجودتين لما جاز هلاك أكل الجنة، يعني ما يؤكل طعام الجنة، لو كانتا موجودتين الآن لما جاز هلاك أكل الجنة، لقوله تعالى يعني لا يجوز هلاك يعني فناء طعام الجنة مطعومات الجنة، لقوله تعالى أكلها دائم. لكن اللازم باطل، ما هو اللازم؟ الذي هو يعني عدم جواز هلاك أكل الجنة، هذا باطل لقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. نعم، فيقول لو كانت الجنة والنار مخلوقة الآن، إذن مستحيل يفنى طعامها،
لأن الله تعالى يقول أكلها دائم. يقول اللازم باطل، إنه لو كان كذا يلزم كذا. نحن قلنا لو كانت موجودة الجنة والنار الآن، إذن يلزم أنه لا يمكن يستحيل فناء وهلاك طعام الجنة. والله تعالى يقول أكل، لأن الله تعالى يقول أكلها دائم. اللازم يعني هذا الذي يلزم الطرف الثاني باطل، لأن الله تعالى يقول كل شيء هالك إلا وجهه، إلا ذات الله. نعم. قلنا لا خفاء في أنه لا يمكن دوام أكل بعينه، وإنما المراد الدوام بأنه إذا فني منه شيء جيء ببدله، وهذا لا ينافي الهلاك لحظة. يعني هو يقول الآن في الجواب على هذه الشبهة أن المعتزلة يقولون يعني الجنة والنار لو كانت مخلوقة الآن مستحيل يعني طعامها يفنى، لأن الله يصف الجنة بأن أكلها دائم، ولكن كل شيء هالك إلا وجه هذا عند النفخ في الصور، يعني سيفنى كل شيء إلا الله تعالى. نعم. عند القيامة، فإذا هي موجودة الآن، هي موجودة الآن إلى القيامة، في القيامة ستفنى ثم تخلق من جديد حسب يعني رأي أهل السنة. الآن إذا هي موجودة حتى الآن ستفنى، هذا يعارض أكلها دائما. فالتفتزان يقول يعني نفكر في المسألة نقطة نقطة. أولا يقول أترك الآن إن الجنة الآن أو في الآخرة أو كذا، الجنة بشكل عام الأكل الطعام لا يمكن أن يبقى أبدا، إنه اسمه أكل يعني يؤكل، فإذا أكل فني. نعم. يعني لا يمكن يبقى على الشجرة أبدا، هذا يكون زينة لا يكون أكل، اسمه أكل يعني سيؤكل. نعم. فإذا كما قال لا يمكن دوام أكل بعينه، وإلا لا يكون أكلا، يكون جماد هكذا زينة. أما إذا هو أكل يؤكل لا يمكن أن يدوم. يقول وإنما المراد بأنه إذا فني منه شيء جيء ببدله، يعني تأخذ الثمرة من شجر الجنة لتأكلها فيخرج بدلا منها مكانه. قال وهذا لا ينافي الهلاك لحظة، يعني أنه تفنى لحظة فيخلق من جديد، كما أنه تأخذ أنت واحدة تخلق يعني مثلها من جديد. فإذا لا إشكال لو قلنا الجنة والنار مخلوقة الآن وتستمر إلى القيامة ثم تهلك تحقيقا لقوله كل شيء هالك إلا وجهه، تهلك لحظة ثم تخلق من جديد مرة أخرى. نعم. هذا جواب. الجواب الثاني يقول على أن الهلاك لا يستلزم الفناء، بل يكفي الخروج عن الانتفاع به. يعني كل شيء هالك إلا وجهه ليس شرط، يعني هالك بمعنى يعني يصبح عدم، ممكن يبقى ولكن لا يعود منتفعا به. خروج الشيء عن الانتفاع به هو هلاك، فساد فيه. نعم. ولكن هو جواب في النهاية. نعم. لكن الأصل الهلاك هو، يعني في الأصل هو الهلاك هو تمام، لكن عندنا أدلة في السابق أنه أعدت وهي ظاهرة، وعندنا هذا الدليل، فنحن بحاجة إلى تأويل أحد الدليلين. نعم. فالمعتزلة أن يعني أول الأول أنه أعدت بمعنى ستعد، نحن الآن نجيب في الثاني نقول لا، الأول على ظاهره لأنه يعني يؤيده قصة آدم، لكن الثاني يقبل التأويل فيمكن تأويله بكذا. نعم. هو فقط يعني هذا يسمونه التدني في الجواب، يعني أنا أعطي جواب قوي ثم أعطي جواب وإن كان أضعف لكن هو جواب. يقول ولو سلم أن يعني ماذا، أنه الهلاك يستلزم الفناء، يعني لا يمكن تفسر الهلاك إلا بالفناء، لا، المسألة الخروج عن الانتفاع يعني غير مقبولة. يقول لو سلم فيجوز أن يكون المراد أن كل ممكن فهو هالك في حد ذاته، بمعنى أن الوجود الإمكاني بالنظر إلى الوجود الواجبي بمنزلة العدم، وهذا هو المعتمد، أن كل شيء هالك يعني هو في نفسه لو نظرنا إليه في ذاته لكان هالكا، لولا أنه استفاد الوجود من الواجب لكان هالكا،
فهو في نفسه هالك. فأنا وأنت من الممكنات، ونحن الآن موجودين لسنا عدم، ولكن إذا نظرت إلي أنا الموجود أمامك، إذا نظرت إلي باعتبار ذاتي الإنسانية فأنا هالك وأنا فان وأنا عدم. نعم، إذا يعني نظرت إلي فقط كإنسان دون أن تنظر إلى وجود واجب الوجود، إلى واجب الوجود أنه أمدني بالوجود، دون أن تنظر إلى الواجب الوجود الله تعالى أنه رجح وجودي على عدمي، إذا نظرت إلي بدون هذه الاعتبارات فأنا فان، أنا في نفسي هالك، أنا معدوم، لأن نفسي لا تقتضي أن أوجد. نعم، فلذلك قال كل شيء هالك، حتى الجنة، حتى النار، حتى العرش، حتى اللوح، حتى القلم، حتى الكرسي، حتى الأنبياء بمن فيهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما دونه من البشر، كل شيء سوى الله هو في نفسه ممكن الوجود، فهو في نفسه يعني ذاته لا تقتضي أن يكون موجود، فهو في ذاته عدم، هو في ذاته هالك. نعم، لولا جاءه الوجود من خارج لما وجد. لذلك قال ابن كمال باشا يقول أنه في يعني يؤكد هذا المعنى، أنه الآية قالت كل شيء هالك ولم تقل مهلك، يعني لو كان المقصود الهلاك الفعلي لقال مهلك. نعم، أنه كل شيء مهلك، يعني بفعل الله تعالى يهلكه، لكن هو لا حاجة يعني حتى نثبت هذا المعنى أنه الله هو الباقي ونحن فانون، لا حاجة أنه يحصل لنا الإهلاك الفعلي، وأنتم موجودون، أنتم في أنفسكم هلكا، أنتم في أنفسكم يعني عدم، أنتم في أنفسكم أموات، لأن الحياة ليست منك، يعني ذاتك لا تقتضي أن تكون حيا، ذاتك لا تقتضي أن تكون موجودا، فأنت ميت. طبعا يعني لا نقصد الآن أنه يعني نحن خيال ونحن غير موجودين ونحن يعني حقيقة عدم، لا نقصد هذا، لكن نقصد لو نظرنا إلى حقائقنا يعني إلى ما يقتضيه ذاتنا، ما تقتضيه ماهيتنا، ماهية الإنسان هل تقتضي أن يكون موجودا؟ لا يمكن أبدا، لا يمكن يصير موجود من نفسه، يحتاج أن يعطيه الواجب الوجود. نعم، طبعا في الواقع الواجب أعطانا الوجود. طيب، يقول باقيتان لا تفنيان ولا يفنى أهلهما، يقول أي دائمتان لا يطرأ عليهما عدم مستمر، لقوله تعالى في حق الفريقين أهل الجنة وأهل النار خالدين فيها أبدا. وأما ما قيل من أنهما تهلكان ولو لحظة تحقيقا لقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، فلا ينافي البقاء بهذا المعنى. يقول نحن نقول ببقاء الجنة والنار، نقول أولا بأن الجنة والنار مخلوقة الآن، الجنة والنار مخلوقتان الآن، هذه مسألة. المسألة الثانية نقول ببقاء الجنة والنار أبدا لا نهاية. ثم عند النفخ في الصور كثير من أهل السنة يقول أن الجنة والنار تفنى لحظة ثم تخلق، تحقيقا لقوله كل شيء هالك إلا وجهه. فممكن واحد يشكل الآن فيقول كيف هي مخلوقة الآن ثم أنت تقول هي باقية أبدا ثم تقول تهلك لحظة، تهلك لحظة، هذا يعني يعارض أنه باقية أبدا. التفتزاني قال لا يعارض، لأنه نحن قلنا لا يطرأ على يعني الدوام في الجنة والنار، البقاء في الجنة والنار، هو قال أي دائمتان لا يطرأ عليهما عدم مستمر، هذا يعني الدوام الذي نثبته للجنة والنار. أولا لما نقول الجنة والنار باقية أبدا يعني هي يعني لا يأتي عليها يعني يتغير الوجود إلى العدم المستمر، أما أن يتغير الوجود إلى العدم لحظة ثم يرجع الوجود هذا ليس إشكال، هذا يعني أولا. لكن هو لا يعني هو يقول هذا فقط يعني
لتفهيمنا مذهب كثير من العلماء، لكن هو لا يرتضي هذا. يقول على أنك قد عرفت أنه لا دلالة في الآية على الفناء، يعني لسنا بحاجة إلى هذا أصلا. يعني كيف لسنا بحاجة؟ يعني نقول الجنة والنار مخلوقة الآن وتستمر بلا نهاية، تستمران الجنة والنار بلا نهاية. طيب إذا قامت القيامة لا تفنيان، طيب كيف كل شيء هالك إلا وجهه؟ نقول نعم، هي الجنة والنار من حيث إمكانها يعني ذواتها حقائقها هي ممكنة الوجود، فهي في نفسها فانية، هي في نفسها يعني لم يترجح وجودها إلا بالمرجح، فلولا أن الله رجح وجودها لما كانت موجودة. فلا نريد الهلاك الفعلي يعني الهلاك بالقوة. إذن يعني نعم، كثير من أهل السنة يرون أن الجنة والنار تفنى لحظة في عند النفخ في حتى يعني يحققون كل شيء هالك إلا وجههم، لكن كما قلنا يعني هذا لا حاجة إليه حقيقة. بعضهم يرى يعني في الخروج من هذا الإشكال، بعضهم كما قلنا يقول بالفناء لحظة للجنة للنار للعرش حتى للكتب الأعمال، الملائكة تكتب الأعمال، طيب كل شيء هالك إلا وجهه، هي تكتب الأعمال في الدنيا، فإذا قامت القيامة يقولون تفنى هذه الكتب لحظة ثم تعاد فنحاسب عليها يوم القيامة. الأرواح وهكذا يعني يذكرون يعني سبع أشياء في بعض الكتب، إنها يعني بعضهم يقول تفنى لحظة ثم تخلق، الجواب الثاني بعضهم يقول تستثنى من الآية إنه كل شيء إلا هذه السبعة. نعم، فهو يقولون كذا عام مخصوص، لكن حقيقة لا حاجة لا للجواب الأول ولا للثاني، كما قال التفتازاني إنه كل شيء هالك، نعم كل شيء هالك لكن بالقوة، يعني لو نظرنا إلى ذات هذه الأشياء إلى ذواتها لرأينا أن الوجود مستفاد لها من غيرها من الواجب، فهي في نفسها هالكة بهذا المعنى. فإذا نقول بدوام الجنة دوام النار دوام العرش دوام اللوح المحفوظ الأرواح كتب الأعمال، نقول هذه تبقى هي مخلوقة الآن أو موجودة الآن وتبقى ولا تفنى عند النفخ في الصور، وتبقى الآية متحققة كل شيء هالك إلا وجهه كما فسرنا. طيب يقول وذهبت الجهمية إلى أنهما تفنيان ويفنى أهلهما، إن الجنة والنار تفنيان ويفنى أهل الجنة وأهل النار، وهو قول باطل مخالف للكتاب والسنة والإجماع ليس عليه شبهة فضلا عن حجة. يعني ما عندهم أدلة حتى ظنية على ذلك، قال فضلا عن حجة يقينية. طبعا يعني لا حاجة لمناقشة الجهمية، كون الجهمية أصلا مذهب يعني اندثر في أعماق التاريخ، يعني الجهمية وجدت في المئة الهجري يعني على رأس المئة الهجري تقريبا، يعني حوالي سنة 100 هجري، لأنه جهم مات 120 أو 25 أو هكذا تقريبا، فهي مذهب يعني وجد على رأس المئة وربما يعني عاش 50-60 سنة وانتهى لم يبقى بعد ذلك. وما يذكر في الكتب في الرد على الجهمية يعني من عناوين الكتب هذا كله نبز بالألقاب، يعني كثير من الكتب يقول في الرد على الجهمية وقال الجهمي وناقشت جهميا وناظرت جهميا كذا، إما يقصد به معتزل أو يقصد أشعري، يعني خصوصا في بعض كتب أو يعني في كتب ابن القيم وابن تيمية حتى، يعني ابن تيمية مثلا لما رد على الإمام الرازي في أساس التقديس، الرازي له كتاب أو تأسيس التقديس، فابن تيمية رد عليه في بيان تلبيس الجهمية في بيان تأسيس بدعهم الكلامية، يعني تقريبا هكذا العنوان بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم أو الكلامية، نعم هكذا هو يقول بيان تلبيس الجهمية يقصد الأشاعرة لأنه يرد على الرازي، وأين تلبيس الجهمية؟ قال في تأسيسي
بدعهم الكلامية. هذا ليس تأسيس التقديس، هذا تأسيس البدع الكلامية. هذا من باب النبذ بالألقاب الآن، ليس أن هناك فعلا مذهب الجهمية هو يناقشهم، هو يناقش الأشاعر. كذلك مثلا ابن القيم وقال الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، هو يناقش الأشاعر. فالجهمية مذهب كما قلنا، الجهمية الحقيقيين مذهب وجد في المئة، يعني المئة الهجرية الثانية، بداية المئة الهجرية الثانية وانتهى، 50-60-70 سنة لم يبقى له وجود. فلا حاجة هنا يعني نناقش أحد، لأنه الآن لا يوجد أحد يقول يعني من الجهمية أن الجنة تفنى والنار تفنى. لكن الذي ظهر من جديد هو القول بفناء النار خاصة دون الجنة، وهذا القول يعني انتشر في كثير من المعاصرين مع الأسف، أن الجنة تبقى ويبقى أهلها والنار تفنى ويفنى أهلها. هذا المذهب طبعا ينسب قديما أيضا لابن تيمية وابن القيم، ولكن في النسبة إليه يعني خلاف، بعضهم يثبت النسبة بعضهم ينفي وهكذا، كأنه والله أعلم النسبة إليه ما ثابتة. يعني هناك عدة قرائن ترجح أن نسبة هذا المذهب إلى ابن تيمية وابن القيم، لكن أنا أحترم الخلاف في المسألة، يعني يبقى المسألة فيها خلاف علمي، فقد يكون يعني الصواب في الطرف الآخر، ولكن في نظري هناك قرائن كثيرة ترجح نسبة القول بفناء النار إلى ابن تيمية وابن القيم، ولكن كما قلت أنا أحترم الخلاف، فأقول في نسبته، في نسبة هذا القول إليهما خلاف. المعاصرين أيضا كما قلنا، كثير من المعاصرين أو يعني جماعة من المعاصرين قالوا بهذا مع الأسف. المشكلة المعاصرين يعني استدلوا على هذا بأدلة غالبها عاطفي وليس علمي، يعني أنه رحمة الله أكثر من يعني رحمة الله غلبت غضبه كما ورد في الحديث، رحمة الله يعني غالبة، لا يمكن الله يعني يكون رحمة مساوية لانتقامه، والجنة هي دار رحمته والنار دار انتقامه، فلا يتساوي أنه هذا خالد أبدا هذا خالد أبدا. فقالوا الجنة تبقى لأنها دار الرحمة، النار تفنى لأنها يعني دار الانتقام، ورحمة الله يعني تغلب انتقامه تغلب غضبه. هذا طبعا دليل عاطفي لا يفيد يعني شيء، لأنه أصلا من قال أن الرحمة والانتقام محصور في الجنة والنار؟ الله رحم الكافرين في الدنيا أضعاف 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 يعني المسلمين، نعم، يعني أعطاهم حياة سعيدة، أعطاهم يعني أموال، أعطاهم نعيم، أعطاهم أشياء كثيرة جدا، والمؤمن في بلوى غالبا، يعني المسلمين سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى المجتمع والدول غالبا يعني هم في مشكلات. يعني من الصعب أن تجد في تاريخ المسلمين يعني سنوات الراحة التامة، لكن في ديار الكافرين تجد هذا كثيرا. ف يعني الرحمة إذن يعني ليس شرط أن تكون أخروية، هي دنيوية وأخروية. نعم. وأظن نحن في دروس سابقة ناقشنا هذه الشبهة ويعني موجودة مسجلة. لكن يعني من أهم الأدلة التي يستدل بها القدماء والمعاصرين في هذه المسألة هي مسألة إلا ما شاء ربك، أنه الله تعالى قال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، فهم تمسكوا بهذا أنه قال خالدين فيها إلا ما شاء ربك، قالوا هذا يعني الاستثناء من الخلود هو يجعله لا خلود، يجعله فناء، إذن هي ستنتهي، إنه مهما طالت ستنتهي. طبعا هذا الجواب أولا فيه إشكال، وهو إنه أنت كيف تترك الصريح الواضح المحكم خالدين فيها أبدا في عشرات الآيات، تترك هذه الآيات مع صراحتها وقطعيتها وتتمسك بآية في موضع واحد قالت خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، يعني كمنهج لا يجوز التمسك بالمتشابه الذي يحتمل أكثر من معنى، معناه خفي يعني ليس واضح الدلالة،
أمام القطعيات الصريحة خالدين فيها أبدا. وهناك آيات كثيرة مثلا لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، كلما خبت يعني ضعفت النار زدناهم سعيرا. آيات يعني بالعشرات في الطرف الآخر تماما تركوها من أجل هذه الآية. أنا لا أريد يعني حاشا أن أقول مثلا هذه الآية يعني ليس لها قيمة حاشا، أو يعني آية مقابل كثير، ليس هذا المقصود. لكن أتكلم عن منهج هو ترجيح القطع على الظن، ترجيح المحكم على المتشابه، هذا الذي أريد أصل إليه. نعم. ثاني أنه هذا إلا ما شاء ربك، هذا يحتمل تفسيرات كثيرة. يعني هل مثلا ستأتي غدا إلى الدرس؟ والله سآتي إذا شئت. أنت تجيب أنك هل ستأتي غدا إلى الدرس؟ سآتي إذا شئت. نعم. مع أن ربما في قلبك مشيئة جازمة أنك تأتي، فلماذا علقت على المشيئة؟ أنت ما علقت إذن لتبطل أو يعني لتأتي باحتمال أنك لا تأتي، لكن لتبين أن الأمر بيدي ولست مجبور على المشي على المجيء. نعم. فأقول لك مثلا أنت ستأتي إلى الدرس غدا صحيح؟ تقول نعم سآتي، لكن سآتي إذا شئت. هذا قد يفهم منه أنه احتمال تأتي احتمال لا تأتي، وقد يفهم يعني ربما لو دخلنا إلى قلبك لا أنه أنت ستأتي 100%، لكن تريد فقط أن تبين أن لست مجبور، أنا آتي بمشيئتي. فهنا قد يكون يعني الآية من هذا الباب، نخالدين فيها الله يعلم أنه يعني أبدا، لكن يقول إلا ما شاء ربك، يعني الأبدية هذه ليست يعني جبرا، إلا ما شاء ربك، يعني لو أردت الاستثناء لاستثنيت. هذا وجه. وجه آخر من التفسير وهو ما يسمى بالتبكيت تقريبا يعني في البلاغة، أو ليس التبكيت لا، التهكم. التهكم يعني مثل أنك يعني تطمعه، يعني تجعله يطمع في النجاة ثم تهدم له هذا الطمع. نعم. مثل مثلا فبشرهم بعذاب، بشرهم البشارة في الخير، فكأنه يطمع النفس تتشوف إلى يعني شيء، نعم، فيأتيها العذاب، هذا الزيادة في العذاب. فكأنه هنا قال في آيات أخرى بيّن الحقيقة، قال خالدين فيها أبدا. في هذه الآيات يريد أن يعطي التهكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، فيأتي عندهم احتمال ممكن إذن ينتهي، ثم يسألون أنه طيب فلينتهي هذا، مثل ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال لا إنكم ماكثون، يعني أطمعهم ثم يعني قطع طمعهم، هذا أشد في العقوبة. هذا وجه آخر. الوجه الثالث وهو الذي يعني ذكره الإمام الرازي في تفسيره، أن الآية لا تتحدث عن المؤمن والكافر، الآية تقول يعني الذين سعدوا والذين شقوا، الآيتان يعني متتاليتان تتكلم عن هذا، أن السعداء قال خالدين فيها ما دام السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، والأشقياء قال خالدين فيها ما دام السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. فهو يقول السعيد هو المؤمن الذي يعني يدخل الجنة من أول يوم، والمؤمن الذي يعذب في النار بقدر ذنبه ثم يدخل الجنة، كلاهما في النهاية سعيد. فهذا المؤمن نعم، فهذا المؤمن الذي يعني دخل النار هنا ثم لما انتهى عذابه انتقل إلى الجنة، فهذا طبعا سيبقى في الجنة لا نهاية، الكافر هنا سيبقى في الجنة لا نهاية. نعم، هذا يعني بداية دخول الجنة وبداية دخول النار. فالمؤمن هو يدخل الجنة، المؤمن المطيع يدخل الجنة من هنا ويستمر لا نهاية، الكافر يدخل النار ويستمر لا نهاية، لكن الإشكال في
الفاسق. الفاسق على مذهب السنة يعذب بقدر ذنبه ثم ينتقل إلى الجنة. فهو الآن لم يخلد في الجنة باعتبار الطرف الأول. فهو لم يخلد من الطرف الأول وإن كان خالد من هذا الطرف، ولم يخلد في النار باعتبار الطرف الثاني، إن هو دخل النار لكن لم يخلد فيها من هذا الطرف. في الجنة هو خلد من هذا الطرف لكن من هذا الطرف يعني صار له نقص. فالآية لذلك ما قالت مؤمنين وكفار، قالت الذين سعدوا والذين شقوا. فالسعيد هو السعيد مطلقا هو المؤمن، والشقي مطلقا هو الكافر. أما الفاسق فهو سعيد من وجه شقي من وجه، وإن كان السعادة أغلب طبعا، ولكن هو شقي من وجه بمعاصيه وسعيد من وجه. لذلك الاستثناء هو يأتي لهذا الصنف من السعداء ومن الأشقياء الذي هو سعيد من وجه وشقي من وجه. قال إنه الذين يعني سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دام السماوات والأرض إلا ما شاء ربك باعتبار بعض السعداء، والذين شقوا خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك باعتبار بعض الأشقياء. فهذا وجه آخر. طبعا ممكن واحد يقول لا هذا التفسير يعني بعيد، أو هذا التفسير أنا لم أقبله لم أقتنع به كما تمام، لك ذلك إذا كنت من يعني لك أهلية في هذا لك ذلك، لكن هو يبقى وجه محتمل في تفسير الآية. وافقت أو ما وافقت، هو وجه محتمل في تفسير الآية، والذي قبله التهكم هو وجه محتمل، والذي قبله أنه إلا ما شاء الله يعني لا يقصد الاستثناء ولكن يقصد أنه الأمر بمشيئة الله، الأمر بيد الله، هذا وجه محتمل. وما تقوله أنت المخالف أنه هو لا مشيء يعني استثناء حقيقي وأن النار تفنى، يعني نقول وجه محتمل بالنظر لهذه الآية. فهو قولك وجه من أربعة، ولو نظرنا في التفاسير لوجدنا أجوبة أخرى، لكن أنا يعني الذي أستحضره الآن أربعة. فإذا أقل ما نقول إنه متشابه، هذه الآية متشابهة يعني تحتمل أكثر من تفسير، فلا نترك المحكمات ونتمسك بهذه المتشابهات. نعم. يعني والله هذا يعني إشكال حقيقة. يعني السبكي له كتاب في بقاء الجنة والنار، ويذكر في الكتاب أنه يعني القول بفناء الجنة وفناء النار مكفر. طبعا نحن كما يعني تكلمنا سابقا أنه التكفير يكون في المعلوم من الدين بالضرورة، يعني في إنكار المعلوم من الدين بالضرورة. فقد يكون المخرج بالنسبة للمعاصرين، طبعا يعني نحن لسنا حريصين نكفر الناس، بل نحن حريصين لا نكفر الناس، يعني حريصين نجد مخرج للناس أن لا يكونوا كفار. فلذلك المعاصرين الذين ينكرون بقاء النار ويقولون بفناء النار، فقد يكون المخرج هو أن هذه المسألة كانت معلومة من الدين بالضرورة والآن هي ليست معلومة من الدين بالضرورة، يعني قد يكون هذا هو المخرج، يعني على شيء من الصعوبة، ولكن هو أظن أحسن مخرج في المسألة. هي المسألة قطعية، نقول يعني فناء بقاء النار قطعي عندنا، ولكنه يعني بسبب يعني بعد الزمان وضعف العلوم وهكذا صارت ليست معلومة من الدين بالضرورة. يعني لا أدري حقيقة. والقول عند بعضهم أنه يقلب يعني لذة، هل هذا لا يقع يعني لو ثبت عنه هل هذا لا يندرج لأنه لا يقول بعدم يعني انتهاء؟ ولكن يعني في النهاية
يعني هو مخالف للنصوص أيضا، يعني مخالف للقطعيات. نعم، يعني نعم، يعني ابن تيمية لما قال إن ثبت عنه، طبعا قلت فيها خلاف، لما قال بفناء النار قلنا هذا مخالف للنصوص. يعني أنا سأتكلم بصراحة أكثر، يعني ابن الشيخ ابن عربي محي الدين ابن عربي، هو يقول إن ثبت عنه أيضا، يعني في كتبه موجود، لكن إن ثبت عنه هو يقول ب يعني انقلاب العذاب إلى عذوبة، يعني أنه أهل النار بعد مدة من العذاب يعني تصبح أجسامهم قد اعتادت على العذاب فيعيشون فيها حياة طبيعية ويعني بدون عذاب. العذاب موجود ولكن يعني لا يتألمون به. حقيقة يعني ليس من فرق كبير بين الرأيين من حيث مخالفة النصوص، وإن كان يعني بعض أهل السنة يحاول أن يجد فرقا بينهما، لكن هذا في الواقع هو متأثر ب يعني خلفيات مذهبية. لا أجد فرقا يعني بين القولين في مخالفة النصوص، هذا مخالف للنصوص القطعية، هذا مخالف للنصوص القطعية. الأول ابن تيمية يعني مخالف لخالدين فيها أبدا، مخالف لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها إنكم ماكثون إلى آخره. الثاني نعم هو ليس مخالف للأبدية وليس مخالف إنكم ماكثون، لكن مخالف مثلا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. نعم، مثلا كلما خبت زدناهم سعيرا، يعني كلما ضعفت النار ما قال أشعلناها هي من جديد، قال زدناهم هم سعيرا، يعني عذاب. ففي النهاية مخالف للنصوص مخالف للنصوص. وكما قلت نحن لا نحكم على الأشخاص، يعني أنا لا أحكم لا على ابن تيمية ولا على ابن عربي، وإنما نحن نقول هذا ليس اعتقادنا وذاك ليس اعتقادنا. لا القول بفناء النار هو عقيدتنا، ولا القول بانقلاب النعيم انقلاب عذاب النار إلى نعيم أو إلى حياة طبيعية، ليس هذا أيضا هو عقيدتنا. هل ثبت عنهم ما ثبت عنهم هذه مسألة أخرى، يعني هل هم قصدوا هذا أو ما قصدوا، يعني حتى لو ثبت هم قصدوا ظاهر كلامهم أو قصدوا معنى آخر مسألة أخرى. يعني ليس المهم بالنسبة لنا الآن هذه الأمور، المهم نحن نقول ما هي عقيدتنا، عقيدتنا لا هذا المذهب ولا هذا المذهب. نعم. متعلقة بسألة الأقارب، يعني لكثير من كتب العقائد تكون مؤلفة للطلاب المتكلمين أو لبعض العوام أحيانا أو الذي ليسوا متخصصين، لكن بعض كتب العقائد نفسها يعني يجد حتى المتكلمين يستخدمون الأمور يعني الألقاب سواء كانوا من أهل السنة أو من غيره، فهذه يعني بماذا يوجه استخدامه لهذا الأمر، وهل هو يعني يساف به في موضع وينتقد في موضع هو دائما على قاعدة مطلقة، يعني ألقاب مثل جهمية مجسمة مشبهة، هذه يعني تحصل أحيانا بين الأطراف كثيرة، يعني فهل الأفضل يعني عدم استخدامها مطلقا أم هي يعني تسمح في مجال معين؟ يعني أكاديميا هذا يعني يوجد قاعدة واحدة أن لا يستخدم أي شيء، ولكن إذا ننظر إلى كتب الأئمة كبار يعني أحيانا نجد يعني هذا يستخدم كثيرا أحيانا في بعض المواقع. يعني أظن الأمر فيه تفصيل، يعني لا يمكن الجواب عنه أنه نستعمل دائما لا نستعمل دائما وهكذا، لأن بعض الألقاب هي خرجت عن كونها لقبا إلى كونها علما على مذهب. يعني عندما نقول مجسمة هذا ليس تلقيب، إذا هو فعلا مجسم أو يلزمه التجسيم لزوما بينا، يعني يقول بآراء يلزم منها التجسيم لزوم قريب، فهو نقول عنهم مجسم. أما إذا كان لا اللزوم بعيد، يعني هم قالوا ببعض العقائد يلزم منها كذا ويلزم منها كذا فيلزم منها التجسيم، فهنا لو قلنا لهم مجسمة هذا فيه نبز بالألقاب حقيقة، فالأمر فيه تفصيل من هذه الجهة. ثم هناك فرق بين مذهب مستمر، لكن هل أنت أنا عندما أرد عليك يعني مثلا التجسيم مذهب مستمر
من بدأ من القرن الأول تقريبا الهجري أواخر القرن الأول وما زال مستمر إلى اليوم. الآن أنا أرد عليك أنت في العقيدة فأنسبك إلى التجسيم الذي هو مذهب موجود اليوم، فالآن يصبح نسبتي إليك إلى التجسيم هي صواب أو غلط، يعني إما فعلا أنت منهم أو لست منهم. نعم. أما هل أنا أريد أن أنبذك بالألقاب؟ هذا الله أعلم بالنيات، يعني شيء آخر، ولكن كمنهج أنه ليس مشكلة كبيرة لأنه أنا نسبتك إلى مذهب موجود في عصرك. أما عندما يكون مذهب قد مات وانتهى من التاريخ وأنت بعدما انتهيت من هذا المذهب، بعدما انتهى هذا المذهب بأربعمائة سنة خمسمائة سنة أتيت وأنا أنسبك إليه، طب هذا المذهب غير موجود أصلا في هذا العصر، فهذا لا نقول هذا يعني نسبتي لك لهذا المذهب صواب أو خطأ، نقول هذا يعني تلقيب، هذا نبذ بالألقاب، لأنه هذا المذهب غير موجود، يعني واضح يعني أنت الآن منتسب لمذهب موجود في عصرك، نعم. فالأمر أظن فيه تفصيل يعني. نعم. طيب إذا نقف هنا، يعني الأمر يطول، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.